خلينا نشوف الاخر وش يقول. سيادته الا السياده الوطنيه، والجزائريين عموما او في اغلبهم ان لم اقل كل الجزائريين متمسكين بالمؤسسات الدستوريه وبالمسار الدستوري الذي اوصلنا الى هذه اللحظه بانتخابات رئاسيه وبرئيس سيعود قريبا للجزائر معافى يواصل مهامه الكذب العلني. الجزائريين يقول أغلبية الجزائريين، بعد يقول لك كل الجزائريين مع من؟ مع المسار، مع مؤسساتهم كما يسميه هو، ومع المسار الدستوري، ومع الرئيس اللي انتخبوه بهذا الوقاحة، بهذا الاستفزاز. ما يتعلموش، كانوا يحيى يصرح بأشياء مشابهة، وسلال يصرح بأشياء مشابهة، ولد عباس يشبه يصرح بأشياء مشابهة على بوتفليقة. وكانوا ثاني، ولد عباس قالنا العام الجاي يوقف بوتفليقة على رجليه، قالها في 2015 أو 2016. وبقى صحة الرئيس جيدة، ويا أخي يخدم بعقله، وأنتم علاش تحوسوا عليه يوقف ولا ما يوقفش؟ هذا نفس الشيء. الان راهو يفتي، هو خلاص راه عنده باللي سيعود تبون، معناها وجايكم وجايكم بالسيف عليكم. شعب يقول تبون مزور جابوه العسكر، ما كاش الشرعيه، وهو يخرج هذا السفيه. خلينا نعاود نسمعوكم باش تسمعوه مليح، ويقول هذا الكلام. عموما وفي اغلبهم ان لم اقل كل الجزائريين متمسكين بالمؤسسات الدستوريه وبالمسار الدستوري الذي اوصلنا الى هذه اللحظه بانتخابات رئاسية وبرئيس سيعود وبدستور كيف الناس، كيف الشعب يتصرف مع هؤلاء؟ كيف؟ يعني الاستفزاز يبلغ مداه يتجاوز حدود المنطق والعقل، ويدفع الناس إلى يأس أكبر. مش فقط اليأس اللي حطوه فيه الناس نتيجة للفشل والرداءة والإدارتهم للكورونا وإدارتهم للاقتصاد وإدارتهم، لكن يجيوك باستفزازات. طبعا هذا يدي في 60 مليون الشهر، ماهوش 40 مليون فقط نتاع لي ديبيتي، هذا راهو رئيس، راه عنده لي بريم الأخرى، رئيس ما يسمى بمجلس. شكون اللي يعينه بعد ما الشعب خرج يتظاهر واضطر المقبور قايد صالح أن يطرد اللي قبله؟ عينه قايد صالح رئيس قال لك خلينا نجيب واحد من هؤلاء اللي يسموهم اسلاميين، هؤلاء مرتزقه مش اسلاميين، وان كنت انا لا اؤمن بهذه التصنيفات تاع اسلامي ومش اسلامي. نحن شعب مسلم فوالا ليل. اليوم المعركه هي ما بين الظالم والمظلوم، ما بين نظام طاغي مستبد مفسد فاشل، وشعب يريد الحريه والكرامه، ويريد التحرر، ويريد نهضه وازدهار بلاده. أما هذه التسميات إن هم إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. هذه تسميات فارقة. إسلاميين وهم يلحسوا في الرونجيرس، وتلقى سرجان تاع مخابرات يتلاعب به ويتحكم فيه ويعطيه الأوامر. وكنا شفنا يومها لما كان بن صالح، يومها اللي كان قبله هو وش كان اسمه، بوشارب او بوشوارب، او جاء واحد من الحنوشه اللي حرصوا في بن صالح قال له بعد بعد روح بعد لهيه، وموجود الفيديو. هذا السفيه يستفز الشعب الجزائري، يستفزه. معناه رانا هنا ورانا باقيين وراه راجع، والشعب الجزائري كله مع الدستور وكله مع الرئيس وكله. العصابة مش عارفة أن تصريحات مثل هذه في الحقيقة تزيد. راهو تصريحات مثل هذه هي اللي أدت إلى ذلك الانفجار الهائل، تلك الثورة الشعبية في 22 فبراير. راكم تمشوا في نفس الطريق، راكم تكملوا في العهدة الخامسة، سي لا ريبيتيسيون تاعها يعني، والتكملة تاعها اون بليس.